باشمهندس ياسر قورة القيادي السابق في حزب الوفد وعضو حاليا في الحزب، لماذا هذا الاعتصام باشمهندس؟ ده اعتصام سلمي زي ما حضرتك شايف كده، كل الوفديين موجودين جواه، الناس دخلت الحزب لان دول اعضاء في الحزب ودول داخلين بيتهم، مفيش حاجه اسمها الكلام اللي وسير النهارده قاله بيتكلموا اقتحام ومش اقتحام، مفيش حد بيقتحم بيته، فالناس قاعده هنا في بيتها ولا مطالب عدله وشرعيه. الناس بتتكلم النهارده في مطالب نتيجه اللي حصل في خلال التراكمات السنه اللي فاتت بيتكلموا عليها، لانه الاداء الحزب النهارده بالنسبه لرئيس الحزب غير مقبول بالنسبه للناس بالنسبه للوفدين. الناس ليها مطالب النهارده ومطالب سلميه زي ما انت شايف، لا في احتكاكات ولا في عنف ولا في اي حاجه، جو الجريده شغاله، صحفيين موجودين، الحزب شغال بشكل طبيعي خالص، الا انه بقى في لكن الوضع السياسي والاداء المالي والاداري للحزب النهارده لا في حاله، في حاجه واقفه، وفكره التجاوزات على اللائحه وفكره الاهدار اموال الحزب والكلام ده كله، الحقيقه ده كان محتاج انه لازم يبقى فيه. طب ايه اهم المطالب؟ يعني هل تصل لاقاله الدكتور عبد السند ولا ايه بالظبط؟ هو الحقيقه مطلب الوفدين الاساسي هو كله اقاله الدكتور عبد السند، وده المطلب الاساسي. يعني كنا هنتكلم، طب هل في ممكن يجري صلح او كده بعيدا عن هذا الامر؟ الموضوع مش موضوع صلح اساسا، مش خناق، الفكره كلها هو تراكمات اداء حزب. فانت بتتكلم في اداء حزب النهارده لا يليق بحزب الوفد ولا برئيس حزب الوفد، بس هو ده.